واضحة أن كثرة التوقفات في الدوري حطمت من عزيمة اللاعبين. أنت لما تكون ماشي فايز 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 وبعدين تتوقف وترجع ثاني مرة تلعب، وبعدين هذا سبب يسبب لك ضعف في اللعيبة. أنت قاعد تتوقع لما الفريق يتوقف 45 يوم إيش يسوي بال 45؟ ظروف كبيرة للاتحاد، منها إصابة اللعيبة، منها توقيف، منها وقت توقف اللعب في الدوري مشوار طويل، أفقد الإحساس بالمسؤولية اللاعبين، خلاهم محبطين ويعني تخاذلوا في اللعب، ما كانوا زي الأشهر الماضية مشيت. والله هي منظومة متكاملة. أنا أستغرب من بعض الأصوات اللي تطلع تقول لك والله فترة التوقف أثرت على الفريق. طيب هل نحن الفريق الوحيد اللي توقف؟ كل ال 15 النادي المشاركة في الدوري كلها توقفت. يجب انك تتعامل مع فترة التوقف دي باحترافية. فأنا أعتقد انه كان في سوء تعامل مع فترة التوقف وتراخي من اللاعبين، وأعتقد تسلل لهم إحساس انه اللقب أصبح في الجيب. لو راح الدوري هذا، لو راح الدوري، يعني هذه تعتبر نقطة سوداء في تاريخ اللاعبين اللي موجودين. بصراحة ما أحب أهضم أنا إدارة الاتحاد صراحة. نمار كعكي، برضو عندنا لا إله إلا الله حامد بلوي، صراحة ما قصروا، ولكن اللاعبين خذلوهم. ولكن لو أنا من الإدارة والله أخصم على اللاعب أي نادي، مش بس حتى لاعبين الشباب في نزول مستواهم، أي نادي أي رئيس نادي، والله لو راتبه 200 300 900 ألف لو يوصل 10,000 خصم أخصم عليه، خليه يستلم 10 عشان يعرف أن الله حق. ناس تحترق، ناس يومية في النادي تارك أهلها، تارك جماهير تحضر وتارك أشغالها، وأيام يكون في دوام يحضرون جماهير. أعتقد أن الاتحاد ما زال متأثر من الهزيمة اللي تلقاها أمام الهلال، خلت الاتحاد يدخل في شك كبير، خلت جماهير الاتحاد تدخل في شك كبير. رغم العناصر الكبيرة اللي موجودة في نادي الاتحاد، ولكن ساعات النتائج السلبية تدخلك في شك. من وجهة نظري سبب خسارة الاتحاد للصدارة الغرور والثقة الزايدة، وأهم عنصر إنه الاتحاد لا يملك بديل، ما عنده خط احتياط أبدا. الهلال لحق الاتحاد لأن الهلال يملك عدة بدلاء مثل الأساسيين. في بداية الدوري كان الفريق يلعب بروح ويلعب تصميم ويفوز ويقدم مباريات حلوة، بس في نهاية الدوري كان فريق ضامن البطولة، ما في روح، اللاعبين متفلفسين كأنهم ماخذين البطولة، ما يدري وراهم من، وراهم الزعيم، زعيم ممثل ينتظر فرصة بس ينقف على البطولة. ولا ما حمل الإدارة، لا الإدارة توفرت لهم كل شيء. ما حد يقول لك الإدارة لا، التهيئة المباراة الأخيرة مباراة الهلال ما أدري يعني أنا نبوي الإدارة عشان هذه، بس أنا أقول اللاعبين هم الأساس اللي يتحملون.